النهاردة بنتكلم عن Endividant Extreme. ده مركب جديد لتقاوي القمح، مهم جدا، وحصل فيه تعاون ما بين كفر زيات وما بين شركة سانجنتا. شكل الشراكة، نوعها، ازاي هنوصل بهذه الشراكة للمزارع من خلال هذا المركب الهام جدا. احنا بنتكلم في زيادة من 2-3 أرداب قمح في الفدان الواحد. مظبوط. اولا برحب بحضرتك. شكرا. وطبعا ليس خفيا على احد يعني ان القمح برضو محصول هام جدا جدا جدا، ما وبنواجه تحدي فيه. ابتدينا من خلال مكافحة حشائش برضو القمح بأكسيال مع شركة سينجنتا، وانتهينا بمبيد. قلنا طيب أنا ليه أنتظر لغاية لما المشكلة تحصل؟ أنا محتاج أحمي البذرة دي من قبل ما أنا أشوف إن فيها مشاكل. بالضبط البذرة وهي محتضنة في الأرض زي الطفل في الرحم. وهنا تكمن برضو يعني نرجع الفضل لأصحابه، يعني تكمن الفورميليشن الرائعة بتاعت سينجنتا في إن المبيد بيغطي البذرة كويس جدا وما بيقعش منها. وهنا الفرق، اشتغلنا عليه في تجارب بقالنا سنة. مظبوط. في مزارعين جربوا هذا المركب واستخدموه على التقاوي في بيتهم، صح ولا لا؟ تمام. ده بخلاف اللي بيجي من محطات الغربلة. طيب النتائج بتقول ايه؟ النتائج زي ما حضرتك تفضلت وقلت، نتائج مبهرة. يمكن في بقية المحاضرات هتلاقي تستيمونيز، هتلاقي شهادات للناس متصورة بيتكلموا عن النتائج اللي هما شافوها بعينيهم. يعني محصولي محمي 60 يوم أولية من عمر 110 يوم وكمية أكبر في الإنتاج، يعني كمية يعني رائعة تعتبر في الإنتاج بالنسبة للي كنا متعودين عليه. 2-3 أرداب دي تغطي تكلفة الزراعة والباقي مكسب. تغطي تكلفة الزراعة، تغطي الاستثمار في المبيد وفي حاجات كتير جدا. طبعاً. لو أتكلم عن الرز مثلا، إحنا نمرة واحد عالميا في إنتاج الرز للفدان. طبعا. فما فيش منع ابدا ان احنا كمان نطور نفسنا ونوصل لارقام جيده جدا 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 في القمح، اللي احنا بالفعل واصلين لارقام عالميه كويسه فيها.